أهلا بكم. هذا الفيديو مخصص للرد على سؤال واحد يتعلق بالفرق بين الكفالة الشخصية والكفالة الخاصة بالسوريين، يعني موضوع إشكالي شوي الناس عم تلاقي. بس قبل ما أحكي فيه لفت نظري سؤال لأخ مصري عم يقول: لو سمحت أنا لي سؤال مهم جدا، لأنه بالمصري، أرجو الإفادة، جزاك الله كل خير. بالنسبة لي سؤال حياة أو موت. أنا مصري متواجد في ألمانيا من سنة، قدمت لجوء وتم رفض الطلب وتم عمل استئناف وقالي رفض وترحيل، والآن الأوسلندر يقول لي أن قانون الهجرة الجديد لا يشملني ويجب الترحيل. أرجوك الإفادة، أرجوك الإفادة، شكرا لك على مجهودك. حلو الحديث. هذا السؤال ما شفته بوقته، أنا من 6 أيام هو انحط، لكن في حدا شخص أو شخص اسمه رشا مدري شو كذا جاوبته، قالت له إذا جاك رفض ترحيل من الأحسن أن تغادر طواعية قبل ما يتم ترحيلك عن طريق الشرطة مباشرة إلى بلدك، لأن مصر بلد آمن ما فيها حرب، يعني تسافر قبل ما يتم ترحيلك بالقوة. قام قال له هو: طيب وتعديل قانون الهجرة الجديد ما بينطبق علي، أنا قدمت لجوء بتاريخ كذا. قالت له: شو دخل قانون العمل الجديد بقانون وشروط اللجوء؟ قال له: ما حضرتك قلت، لأنه هو مفكر حاله عم يحكي معي، أي حد داخل ألمانيا جاله رفض أو ترحيل ينطبق عليه تعديل قانون هجرة الكفاءات، وممكن يعمل تعديل المسار من اللجوء إلى العمل. قالت له: لا طبعا، موضوع اللجوء شيء وقانون عمل شيء. ما قالت له أنه أنت غلطان مفكر أنك عم تحكي مع، يعني هذا نوع من التدليس. قال له: يا سيدي الفاضل، حضرتك قلت على تعديل قانون الهجرة الجديد أنه نظر للناس اللي في داخل ألمانيا اللي مقدم لجوء وجاله رفض وترحيل كذا كذا وافق عليه البرلمان الألماني. حضرتك قلت في الفيديو بتاع تعديل قانون الهجرة كذا. بتقول له: لا طبعا، القانون الجديد بينزل ب 2024 خاص بأصحاب إقامات للي عنده. بتخترع حكي هيك من عنده، وحديث طويل لحتى أنا اكتشفته. كتبت له عرض مزيد من الردود، زهر رجعت ليكو شافوا، لأنه أنا شفته ما شاف الرد تبعي يعني، لكن شاف كل الردود تبعها. قلت له: أولا اللي كان بكلمك مو أنا، وأضعف الإيمان تنتبه على اسم من اللي عم يرد عليك. ثانيا إذا قال لك أنه قانون الهجرة لا يشملك، هلأ بقى عم جاوبه على سؤاله، أنه إذا قال لك أنه قانون الهجرة لا يشملك فكلامه صحيح، لأنه القانون لم ينفذ بعد. لكن الحل الوحيد أنك محاولة المماطلة بالترحيل بسبب مرض أو غيره لحين تنفيذ القانون، وطبعا بهالفترة حاول تحصل على عقد عمل، لأنه عند تنفيذ القانون يلي معه عقد عمل القانون بيقول أنه بيبقى وبيأخذ إقامة، فبالتالي لازم يحصل على عقد عمل. وعم بيقول أنه جزاك الله خير، أنا عندي عقد عمل هلأ نازل، يعني مجاوب من جديد على كل، هلأ بكمل بجاوبه أنا عليه. لكن أنا حبيت ألفت نظركم أنه في بعض قليلين الفهم، يعني بفوتوا بيتدخلوا بيجاوبوا الناس بطريقة خاطئة وبيعملوا إشكال مثل هذا، لأنه معظم الناس ما بتنتبه أنه هو عم تحكي معي ولا عم تحكي مع حدا تاني. وفي كتير من الردود الغلط، في واحد بزمانه إجا قال لي أنه أنت قلت لي، طلعت لقيت فتحت على يعني على نفس التعليق تبعه، شفته كم مرة معلق على القناة لحتى شفت تعليق سابق وشفت أنه في حدا رادد عليه بشكل خاطئ. فرجاء اللي عم رد عليه بس يعني بس ينتبه أنه مع مين عم يحكي قبل ما ياخذ منه معلومة خطأ مثل هذه السيدة. طبعا هلأ كنت تقولي ليش ما بتحظر الحياة، بس بحظر يلي بيقلل أدب. أما إذا ما قلل أدب يعني كل واحد يعني عم يعطي رأيه، بس مو يدلس على الناس يعني ويعمل حاله أنه أنا اللي عم بحكي. وسوري لطول المقدمة ومنروح للسؤال. سؤال: ما هو الفرق بين الكفالة الشخصية والكفالة الخاصة بالسوريين؟ وهل يمكن أن آتي بزوجتي أو أحد أفراد العائلة عن طريق الكفالة الشخصية، طبعا لفترة محددة ب3 أشهر؟ هذا السؤال له إشكالية معينة، يعني بسبب استخدام كلمة الكفالة كمصطلح، فكتير ناس بأشكل عليهم الموضوع، وكنت خصصت له فيديو من سنة تقريبا، لكن بسبب تكرار هذا السؤال وكثير ناس يعني متابعين جدد للقناة ممكن يكون ما سبقوا شافوا الفيديو السابق، وطبعا مو مطلوب منهم يشوفوا كل الفيديوهات القديمة، لكن بالنسبة اللي عم يتابعنا من جديد، إذا عندك سؤال ففيك تتصفح قائمة الفيديوهات السابقة، لأن على الأغلب رح يكون سؤالك مجاوب عليه سابقا، وإذا ما وجدته فبيسعدنا نجاوب عليه بعد ما تتركه بتعليق على آخر فيديو بتلاقيه بالقناة بغض النظر عن موضوعه.
وطبعا يعني بتمنى انه يكون عندكم بعض الصبر وانه تنتبهوا ما يعني حدا تاني هو اللي يجاوبكم. نرجع لإشكالية هالسؤال. بسبب وجود برنامج أوف نامي كفالة السوريين واستخدامي أنا ولغيري لكلمة برنامج الكفالة فأشكل على الناس المصطلح، وكتير بيسألوا مثل هالسؤال بصيغ مختلفة إنه شو الفرق بين الكفالة الشخصية وكفالة السوريين. هلأ لنوضح الموضوع لازم نعرف إنه بالأصل في شيء اسمه كفالة شخصية أو التزام فيربليختونكس إركليرونج، وهذا موجود من قبل ما يصير برنامج أوف نامي. ورقة الالتزام هي صالحة كانت وما تزال لكل أنواع الفياز، وهي بتتضمن كفالة من شخص عنده دخل أو ملاءة كافية مثبتة بألمانيا وعم يكفل شخص ثاني أمام السلطات الألمانية لتمنحه فيزا أيا كان نوعها على كفالة ومسؤولية الشخص يلي وقع الالتزام. وبالتالي في حال خالف المكفول شروط الفيزا فبقي مثلا بعد انتهاء الفيزا واضطرت السلطات الألمانية لترحيله فالكفيل بيدفع تكاليف الترحيل، وكمان إذا قدم لجوء أو طلب مساعدات فالدولة رح تعطيها المساعدات لكنها رح ترجع فيها على الكفيل. وهي الكفالة الشخصية كانت مدتها 6 أشهر فقط، لكن السلطات الألمانية لاحظت أنه كتير من الناس، يعني ما راح أقول من أنه بلد على وجه الخصوص، هذول الناس كانوا بيجوا بهالكفالة ويستنوا مرور 6 أشهر ليقوموا بعدها بتقديم لجوء وطلب مساعدات بعد ما يكون تم إخلاء طرف الكفيل بمرور هالمدة. فتم رفع مدة الكفالة ل5 سنوات، يعني من تاريخ الوصول لأي شخص بيجي على ألمانيا بكفالة شخصية الكفيل مسؤول لمدة 5 سنوات عن كل تكاليف ومعيشة المكفول بما فيها تعويض المساعدات والمصاريف اللي قدمتها الدولة إن وجدت. الكفالة الشخصية مثل ما قلت بتنعمل عادة لأكثر من فيزا، وهي مطلوبة بشكل خاص بفيزا الزيارة، يعني أي شخص بده يجيب والده والدته أحد أشقائه أو أي صديق لزيارة ألمانيا فهالكفالة مطلوبة، ممكن يوقع التزام. طبعا إذا عنده إثبات دخل كافي يوقع التزام أنه يقوم بالصرف على المدعو طوال فترة الدعوة ويكفل مغادرته للأراضي الألمانية بعد ذلك. لكن هون بدي ألفت نظر لموضوعين مهمين. الأول، هل الكفالة كافية للحصول على الفيزا؟ بالحقيقة لمعظم الجنسيات كافية ولا يطلب شيء غيرها، لكن بالنسبة لبعض الجنسيات كالجنسية السورية وما لف لفيفها فما يزال القرار الأخير بإيد السفارة يلي بدها تقرر بشكل خاص ما يخص بالبند رقم 13 بورقة الجواب أو الرفض واللي هو إثبات نية العودة. يعني ما يزال مطلوب من القادم زيارة بموجب كفالة شخصية إثبات نية العودة. لكن من ملاحظاتي الخاصة للموكلين لاحظت أنه عم يتم التساهل بهالنقطة بشكل خاص لفئتين من الناس، الحاصلين على جنسية ألمانية، يعني واحد حاصل على جنسية ألمانية وبده يجيب والده أو والدته، وأصحاب الدخل المرتفع جدا. لكن بشكل عام أكثر من 70% من اللي عم يعمل كفالة زيارة عم يحصل على الموافقة، خاصة إذا في سبب جوهري مثل طلب زيارة للأم في حال كانت ابنتها عم تنتظر مولود جديد، يعني للمساعدة بفترة الولادة. فبالتالي هي هي الكفالة الشخصية. الموضوع هذا هو الموضوع الأول. يعني الموضوع الثاني اللي بدي ألفت النظر له هو استخدام الكفالة العادية هي لفيزا الزيارة للزوجة غير ناجح أبدا، وما بعرف تقريبا ولا حالة حصلت على الفيزا بهالطريقة. والسبب انك شيء طبيعي تدعو اخوك او والدتك للزيارة لمدة 2-3 شهور، لان المنطق بيقول انه عنده عائلة ورح يرجع لها بعد انتهاء مدة الزيارة. اما بالنسبة للزوجة فالمنطق بيقول انه الزوجة تسعى للالتحاق بزوجها، مشان هيك كل شيء قدم دعوة للزوجة حصل على رفض يخص سبب الفيزا، يعني تم اعتبار سبب الفيزا غير صحيح، فالزوج والزوجة لا يتزاورون وإنما يقيمان مع بعض، مشان هيك يتوجب عمل لم شمل أو معاملة خاطب ومخطوب أو أي فيزا قابلة للانقلاب لإقامة. يعني حتى فيزا العمل تقبل إذا لك زوج في ألمانيا، أما فيزا الزيارة فلا تقبل لأنها غير قابلة للتمديد ولا تؤهل للإقامة، فبيعتبروا سبب الفيزا غير صحيح. الكفالة الشخصية هي بالإضافة لفيزا الزيارة أو السياحة ممكن استخدامها كمان لتحل محل المبالغ اللي بيفترض القانون دفعها مسبقا لبعض الفياز. فعلى سبيل المثال فيزا العلاج الطبي بتتطلب دفع 75% من قيمة العلاج بشكل مسبق، لكن إن وجد كفيل مليء بدرجة كافية فتوقيعه لورقة الالتزام بيغني عن دفع مبلغ العلاج بشكل مسبق. كذلك فيزا الدراسة وفيزا البحث عن عمل تتطلب إيداع مبلغ بحساب بنكي مغلق ليصرف الطالب على نفسه أو الباحث عن عمل خلال مدة الفيزا، أيضا وجود كفيل يغني عن دفع المبلغ. وبحب ألفت نظر أنه هون الكفالة يعني بحالة البحث عن عمل بتكون فقط لمدة سنة واحدة وليست 5 سنوات،
إذن أي إنسان بيحب يجيب قريب أخ صديق زيارة فهالشي ممكن بتوقيع ورقة الكفالة الشخصية، ومثل ما قلت إذا حقق الشروط فعلى الأغلب سيحصل على الفيزا، إلا الزوجة لا يمكن إحضارها بهالطريقة. أما كفالة السوريين، هذا كله كان عن موضوع الكفالة الشخصية. أما كفالة السوريين فهو مصطلح مغلوط بالحقيقة، والصحيح هو برنامج أو فنامل خاص بالسوريين والموجود بخمس ولايات فقط، اللي هي برلين وبراندنبورغ وهامبورغ وشلسفيغ هولشتاين وتورينغن. وهالبرنامج خاص بالسوريين ومن في حكمهم، وبيسمح باستقدام الأقارب من الدرجة الأولى والثانية، وأكثر شيء ممكن يستفيد منه اللي عنده أولاد فوق 18 لم يتمكن من لم شملهم بالطريقة العادية، أو يلي بيحب يجيب والده والدته أخوه بشكل دائم. والبرنامج له شروط شرحتها باستفاضة بفيديو سابق، رح أترك لكم إياه بالنهاية تجنبا للتكرار. لكن بعد تحقيق هالشروط بدك توقع نفس ورقة الكفالة اللي هي الكفالة الشخصية. يعني الكفالة الشخصية هي جزء من برنامج الأوفنامة. وطبعا يستوي الأمر إذا كان طالب استقدام الأهل هو نفسه اللي عم يوقع الكفالة أو أي شخص تاني، سواء كان يحمل الجنسية الألمانية أو لا. فالمهم هو يكون لديه الملاءة الكافية ويقوم بتوقيع الالتزام. نكتفي بهذا القدر، دمتم بخير. إيه نعم. 조선민주주의인민공화국 국가우주개발국 포도. إيه نعم.